خلال شهر رمضان ننصح السيدات وخاصة الحوامل منهن بالإكثار من الأغذية الغنية بالألياف. الأغذية الغنية بالألياف موجودة بالخضار، بالفواكه، الفواكه المجففة، وذلك لتأثيرها المفيد على تنظيم عملية الهضم والوقاية من الإمساك. نحن بنعرف أن السيدات الحوامل وبتأثير البروجستيرون اللي هو الهرمون المفرز من المشيمة يؤدي إلى كسل بالأمعاء وحصول اختلاط تشكي منه السيدات على طول، وهو الإمساك. فائدة أخرى للأغذية الغنية بالألياف وهي تحرير الطاقة بشكل بطيء ومديد، مما يساعد على أنه يمد جسم السيدة بالطاقة خلال ساعات النهار والصيام الطويلة.